السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وحقق بالخير أحلامكم، دمتم جميعا بخير. أهلا بكم في فقرة تفسير الأحلام، معاكم أبري قطب في برنامج أحلامنا الجميلة. في شيء مهم جدا يعني حابب يعني أن الناس يكون عندها توعية به، أن فكرة الأحلام سواء كمان كانت رؤية حقيقية أو كان حديث نفس أو سواء كان حلم من الشيطان، هو برضه في كل الحالات دي مفيدة جدا. في جانب احنا دايما كده يعني بنفكره يعني جانب ملوش لازمة، وهو حديث النفس. يعني يقول لك ده العقل الباطني، يعني ناس كتير يقول لك هل يا أستاذ مثلا الرؤية دي يعني هل هي رؤية ولا حديث نفس، بس يقولها بطريقة ان ايه ارمي في الشارع. الحقيقة يعني إن كل شيء أنت بتشوفه في منامك هو ليه معنى وليه مغزى، يعني ليه هدف. مفيش شيء اتخلق هباء، بالعكس. يمكن على يعني مر السنين الواحد لما بيقعد يدرس أحاديث النفس بتاعت الناس تلاقي إن حديث النفس ده ليه يعني ليه مهمة كبيرة جدا، أحسن ما يجي يقولك هيجي لك كنز. خلينا نستعرض بعض أحاديث النفس. يعني أنا حابب تعيشوا الدور معايا شوية عشان لما يجي لك حلم وحد يقول لك ده حديث نفس تفهم ان هو ربنا ما خلقش شيء او ما عملش شيء هباء من، بس بالعكس هو في مكانه الصحيح. تعالى انسان ربنا يكفينا الشر، يعني مريض، اوقات كتير تيجي عليه رؤية ورا رؤية ورا رؤية، هو شايف ان هو هيكون هيتعافى، ربنا هيشفي. الرؤية بتقول له كده، يعني بتدي له امل في كده. وبعد كده يجي يقول لك والله انا ليا سنه نايم في الفراش مثلا او مده وبشوف رؤى جميله قوي بس ما بتتحققش. هي دي بتكون شبه احاديث نفس، يعني بتتواتر عليه. بتعمل ايه بقى؟ هي بتعدل من حالته النفسيه المزاجيه، فكانها هي طبيب خاص داخلي. العقل الباطن هنا بعض الناس بيشك زي ما بيقولوا في عقله الباطني. ما تشكش في عقلك الباطني لان هو فيه الضمير، فيه المحتوى الاساسي بتاعك. اوقات كتير بيتدخل في منامك عشان يعني يعمل معادله مع العقل الظاهري، فتيجي المعادله دي عباره عن حديث نفس. حديث النفس ده ساعات يجي يقول لك انت متمادي في امر خطا، فيجيب لك حديث نفس انك انت بتتعارك وبتعمل وبتسوي الحكايه وفلانه قالت وفلانه عادت، هو جاي يقول لك هنا انك انت تتمادى، مع انه هو ما بيقولش هيحصل خير او شر، إلا أنه بيذكر العقل الظاهر أنه هو يخلي باله يعتدل شوية في إجراءاته. يجي مثلا واحدة مثلا تنتظر زواج، حوالين منها بعض ضغوط المجتمع والعادات والتقاليد الفاسدة اللي هي أنت لسه ما اتجوزتيش، أنت لسه ما عملتيش، الحكاية كأن الأمر بإيديها قوي، فتبقى مضطربة نفسيا، العقل الظاهري بتاعها شبه مضطرب، فيتدخل العقل الباطني برؤية دايما تشوف انها مثلا لابسة فستان ابيض. انا مش عاوز اشرح بعض الرموز فتاخدها ان كل اللي تشوف لابسة فستان ابيض فتقول ده قال عليها حديث نفس. ساعات بتكون مبشرة بالزواج فعلا. انا عاوز اقولك ان تيجي الرؤية في حد ذاتها مبشرة، فتحس ان هي بكرة هتتجوز. تقعد تقول لك بعض الناس ما بيعرفش قيمة النعم اللي ربنا بيرسلها له وبيقلل من محتواها، فيجي يقول لك والله دي الأحلام دي أحاديث نفس. طب أحاديث النفس دي عايشتك في حالة طيبة ما تصدقهاش ليه؟ هو النهاردة حتى لو واحد بيجاملك بكلمة وانت عارفه بيجاملك بالكلمة دي تشكره، تهتم بيه، تخليه في حياتك، اعتبره سيدي وردة من الورود اللي انت بتزرعها حوالين منك أو موسيقى جيدة كده. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. اهلا بيك، اتفضلي. لو سمحت عندي حلمين يا سيدي. اتفضلي يا فندم. لو سمحت انا حلمت اول حلم ان انا في بيت، مش بيتي يعني، في شقه حلوه يعني. تمام. وحلمت ان بنتي عندها 11 سنه زرعه زرع جميل في قدام البيت، ومع ان البيت في الدور اللي فوق. حلو. بنتك دي ايه؟ زرعه بيت. بنتك نعم؟ بنتك كام عمرها ومتجوزه ولا عازبه؟ لا بنتي عندها 11 سنه. صغيره. وزرع حلو حوالين منها. ايوه، وبتروي هي الزرع بالميه. حلو. وانا في نفس الحلم واقفه في الشباك لابسه غوشتين ذهب ولابسه 3 خواتم وفي ناس واقفين بيحدفوا علينا، في ناس بيقولوا له خش خش، ده في ناس بيحدفوا عليكوا زلط. فالزلط دوت ولا زلطه جت فينا. حلو. يعني عيال صغيره بتحدف زلط، فاحنا كنا خايفين الزلط ده يجي فينا بس ما جاش فينا. زي الفل. الرؤيه
الرؤية الثانية. خليني أقول لك الأولانية وبعد كده نخش في الثانية عشان ما انساش. هي الرؤية الأولى كون بنتك جاية وحوالين منها زرع أخضر، ده ما هو يشير لك إن البنت دي ربنا يعني هيبارك فيها وتنور الدنيا وتكون حالتها المادية ميسورة فيما بعد، يعني هو صورها لك بفكرة الزرع الأخضر إن ربنا هيطرح البركة فيها وتكون أهل نجاح. هي تعبانة شوية تاخد علاج يعني. مش مشكلة، ولكن هي في حد ذاتها هيكون ربنا هيطرح فيها البركة فيما بعد. تمام؟ نقطة تانية، انت هو جابك هنا انك انت لابسه ذهب ولابسه وكده، وجاب بعض الناس بتتحدى في الطوب عليكي، هو بيشير انك انت بتتعرضي بعض الكلام والقيل والقال والكلام من ده، لكن هو جاب حالتك نفسها بخير وبعد كده جاب ان الطوب والاذى ده ما صابكيش، هو عاوز يقول لك يعني انك انت في خير، لان هو يعني جابك في طريقه في حليه وكده، وعاوز يقول لك ان الطوب ده اللي بيجي ما مش هيصيبك، بمعنى ان مهما تسمعي من انتقادات الاخرين مش هتصيبك، لعل هي الرؤية جاية تهدي نفسك شوية في بنتك فبتديكي رؤية يعني كويسة عنها ربنا يطرح بيها البركة، أو يطرح في عملك أنت تكون هي ذخر ليكي إن كانت مثلا مريضة أو شيء، فتكون ربح في الدنيا وفي الآخرة ليكي يعني، وفي نفس الوقت بيبين لك أنك أنت في ستر وأن كلام الآخرين أو إزعاجاتهم دي شيء مش مهم، حاول أنك تطرحيه من أفكارك. تمام؟ ماشي، اتفضلي. الرؤية الثانية لو سمحت يا شيخ، حلمت إن أنا وأختي، اختي اكبر مني، حلمت ان انا وهي ماشيين في يعني في حتتين كده، في ترعه، في ترعه من هنا وترعه من هنا، واحنا ماشيين في السكه ديت لقينا اشكال مخيفه جايه علينا، حاجات مخيفه، ناس وشها اسمر وناس مخيفه، فاحنا حودنا من السكه الثانيه ورحنا على سكه ثانيه نمشي منها، فعدينا، فبنعدي من الناحيه الثانيه لقينا زي فجوه نار نازله علينا برضو، جناحنا احنا لفينا برضو من سكه ثانيه وعدنا انا واختي، لقينا زي اوضه كده مليانه زي فيها ميه وعليها خشب، واختي بتقول لي عدي من على الخشب ده عشان نعدي الناحيه الثانيه عشان النار والناس الوحشه دي ما تحصلناش. انت بتمر بمشاكل الايام دي ولا دوشه يعني ولا حاجه؟ ايوه. هو اصلك انا اقول لك كل الحكايه يعني هي مش يعني مش رؤيه قوي يعني بالمعنى الصحيح، لكن هي جايه تقول لك فكره الانقاذ، انك انت حوالين منك مشاكل وعقبات ومش قادره تعدي انت واختك والحكايه والروايه، هو عاوز يقول لك ان الدوشه اللي انت فيها ما تصدقهاش، لعلك انت مضطربه الايام دي شويه، هو جاي يقول لك ان كل اللي انت شايفاه ده ما تصدقهوش، هو مجرد مخاوف بس وهتعدي على خير، بالذات لو الرؤيه تمت. معلش عشان انا قطعتك، وما حصلكيش شيء يعني، ما وقعتيش في بير او ما حدش ضربك في الطريق او الناس اللي هم بيطاردوك ما جاش، هو مجرد مطاردات، واحنا قلنا كتير ان المطاردات في المنام ما تخافش منها قوي، حتى لو اسد بيطاردك المهم ان ما يصيبكش بشيء في اثناء الرؤيه، فدي مجرد هو بيحاول يديك الفكره، بيكلمك بيقولك شايف المخاوف قد ايه، ولكن في الاخر يجيبك انك انت عديت بسلام. فإن شاء الله هي برضو دي شبيهة بالرؤية بتاعت حضرتك بتاعت الذهب والناس اللي بيحدفوا الطوب، برضو ما أصابكيش شيء، إن شاء الله أمورك تتحسن الفترة الجاية، وبنتك دي يعني اعتبريها أن ده شيء مهم، ويمكن ربنا في يوم من الأيام ينفخ في صورتها وتكون على أفضل حال. شكرا لك. معلش معنا اتصال تاني. السلام عليكم. أيوة أم سندس. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. معاك اتفضل. معلش حضرتك، انا حلمت ان ابويا قاعد وقدامه طبق لبن كبير، تمام، وجنبيه كوبايه فيها وش اللبن ده، وانا جيت اتوضيت من اللبن ده قدام ابويا، فابويا بيقول لي ليه يا بنتي كده، قلت له انا اتوضيت امبارح قدامك كده، وبعدين دي سنه عن الرسول، فانا متلخبطه بسبب المشوار ده، بسبب الحلم. ايوه. انت علاقتك مع ابوك ايه، كويسه؟ ايوه الحمد لله. الامور تمام معاه يعني؟ لا انا ايه؟ ايه؟ بينك معلش الصوت بيقطع، قولي تاني انا معاك. بتقول هو عامة هقول لك على حاجة، هو ال يعني اللبن هو البر في حد ذاته، يعني يأتي برمز الدين، انتوا فاكرين الحديث بتاع الرسول لما تقدم له كاس وكاس من اللبن فاختار اللبن، هو الدين والفطر، الفطر السليمة يعني والعلاقة الكويسة، وكون ان انت توضيت الوضوء برضو يعني جيد، بس ما يجيش بحكاية اللبن لعلك تستخدمي بعض بر ابوك غلط الفترة الجاية، فهو هنا بينبهك لان هو حتى انزعج وقال لك ليه كده، لعل انك انت يعني اكيد بره، لان هو جاب الفكره باللبن، ما جابش مثلا دم مثلا او ما جابش خمر، لا هو جاب جزء من البر،
لعل في امر ما تعرفيه انت بتستخدميه يعني غلط، فانت تحاولي تشوفي اجراءاتك ايه اللي ممكن يكون مش في صف والدك، مش في صف العيله كده. يعني لازم الواحد يخلي باله، لان الواحد يعني البني ادم لازم يكون في طبيعته يعني يتمتع بالحريه، لكن يخلي باله من الاخرين، لان احنا مربوطين ببعض في الاسره. يعني ساعات مثلا انا حتى ابني يقعد يقول لي مش انت بتقول، ايوه بس تخلي بالك انك انت برضو مربوط بالتاني ومربوط بالتالت ومربوط بالرابع. دايما الاسر بتبقى مربوطه ببعضها. شكرا لك يا فندم. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. استاذ محمد، اهلا بيك حضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. منور الشاشه حضرتك. الله يبارك في عمرك يا رب. معايا بس رؤيتين قصيرين كده، في واحده لوالدتي وواحده لي حضرتك. اتفضل ممكن. اتفضل. في الرؤيه الاولانيه لوالدتي من حوالي سنتين، شافت ان انا بكلمها في التليفون وبقول لها انا فرحان جدا ان انا اتجوزت، هي فرحت ان انا اتجوزت وزعلت ان انا ما قلتش قدامها على جوازي. ده مين الوالده؟ الوالده شافت رؤيه والدتي اللي هي شافتها ليا. شافتك من سنتين. يعني رؤيه من سنتين؟ لا يعني بقى لها فتره، يمكن من سنتين كده. تمام زي الفل. يعني انا بكلمها انا مبسوط جدا بقول لها انا اتجوزت، هي فرحت بجوازي وزعلت ان انا ما قلتش قدامها على الجواز. تمام. الرؤيه الثانيه ان انا كنت خليت واحد من مسجد كده قرا رؤيه شرعيه واداني ورا فيها اذكار، فيها بتاع 8 اذكار كده. في شفت كده رؤيه الواحد كده ما اعرفوش ابدا لابس جلابيه بيضه، هي بيضه كده يمكن اسمر شويه كده، انا اول مره اشوفه في حياتي. تمام. ماسك الورق اللي هو ظاهر لنفس الشيخ. تمام. بيقرا، يعني اللي انا اعرفه ما سمعش صوته، اللي اعرفه انه كان مركز في الاخر حاجه. الاخر حاجه كان دعاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان. طيب. نور الابصار وضيائها. طيب سؤال. خلي بالعقد. تمام. انت بتشك في حاجه عندك يعني؟ سمعني؟ ايوه استاذ سمعني؟ بسمعك انا معاك. بقول لك انت بتشك في حاجه عندك يعني؟ كنت شاكك. شاكك انك ممسوس حاجه زي كده؟ نعم فندم؟ شاكك مثلا ممسوس او مسحور او كده؟ كنت. هو انت ما عندكش حاجه عشان تبقى عارف، عشان اكون اتجوزت وما قلتش لامك، يعني كان حصل ازدواجيه بينك. ده الرؤيه الثانيه دي حضرتك. انا بكلمك على الاولى كمان. الأولى ماشي اتفضل. الأولى مالها؟ الأولى نفس الطريقة، هي كانت فكرة الازدواجية، فكرة يعني إن أنت بتجيب شريك حياتك، شريكك في أفكارك يعني، هو مش فكنت اتجوزت وما حصل عندك ازدواجية في النفس اللي بيسموها المس، ما المس شبه ازدواجية يعني. كون إنك أنت قلت لها ده أنا اتجوزت وما قلتلكيش، إنك أنت دخلتك الفكرة، عشت فيها يعني. وتعيش معاك لفترة يعني. وهنا الرؤية الثانية نفس الطريقة برضو، كون إن جاب الحديث والرقية والدعاء اللي أنت بتقوله، إن أنت ما عندكش شيء يعني. لو عندك ما يجيبش الأدية المطهرة دي، فهو هنا ده أخو ده، معناه أنك أنت لازم تتطهر من الأفكار دي، أنت فيكش شيء. ماشي ناخد الأستاذ سمر. السلام عليكم. معلش احنا عندنا اتصالات كتير، أنا بقطع شوية يعني، بعض الناس بتقول أحلام بضطر أن أنا أقطع سنة علشان عندي في الإخراج بيقول الاتصالات كتير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. أهلا بيك. تفضل. أهلا بيك. تفضل يا فندم. امبارح انا شفت رؤية، كنت شفت انا وجوزي ماشيين في ارض زراعية. تمام. فنص الارض الزراعية دي محروطة عادي. تمام. والنص التاني ارض صخر. يعني نصها محروض مفهوش زرع على كلامك؟ لا هو مفهوش زرع. والتاني صخر. والتاني صخور. ارض صخرة، بس النص التاني بقى عم المتوفي ده شاريه. انا ليه عم متوفي من يومين، فهو شريف الحلم الله يرحمه. الله يرحمه. فعلى اخر الغيط في شجرتين توت. تمام. فانا وجوزي قعدنا ناكله من شجرة التوت دي، قاعد تحتهم واحد شاب اسمه احمد. حلو. قوليلي انت متجوزة من كام سنة؟ متجوزة بقى 7 سنين. عندك اولاد ولا لسه؟ لا والله لسه. ما علشان بص انا هقول لك على حاجه، هو النص الصخر ده يعني ما الصخر ما بيتزرعش، بس النص التاني محروط جاهز يعني، فعشان كده ما فيهوش زرع لسه بس جاهز. الشجرتين التوت دول هم العيلين اللي ربنا هيرزقكم بيهم فيما بعد، هتتعالجوا بقى وكده، وشكلك هتخليه في عيلين. بس انت كده يعتبر هو شبه لك ان النص العمر يعني اللي هو في الصخر اللي ما يتزرعش مش هيبقى فيه انجاب، والنص التاني يبقى فيه انجاب ان شاء الله. اتمنى ان ربنا يرزقك كده وتيجي تبشريني في يوم من الايام بقى. طيب استاذه ولاء من اسكندريه. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. اهلا بيكي. لو سمحت عندي حلمين صغيرين.
قول يا ست الكل. اول حلم حلمت ان انا طلعت جبل عالي، والجبل العالي دوت حد لقيت قبرين، قبر سيدنا محمد وقبر سيدنا يوسف. طب ده حاجه زي الفل. فقالوا لي تختاري قبر مين؟ قلت لهم قبر سيدنا محمد. فوقفت عند قبر سيدنا محمد وقعدت ادعي له، وانا بدعي قدام القبر مكتوب كده قبر سيدنا محمد، لقيت القمر في السماء، ولقيت ثلاث سنابل، ولقيت النجوم. ده اول حلم، وكنت قاعد ادعي في الحلم. انت عندك كام سنه؟ 32. شغاله ايه؟ ربة منزل. طيب تمام، اتفضل كملي. بس ده دي الرؤية الأولى. تمام، تانية بقى قولي لي. التانية على طول بحلم إن أنا يعني متجوزة حد مش جوزي. طيب قولي لي، أنت عندك أولاد؟ أولاد ذكور؟ عندي ولدين وبنت. عندك ولدين وبنت، تمام. والرؤية التانية بتقولي إيه؟ على طول بحلم ان انا متجوزه حد غير جوزي. دي من امتى دي؟ على طول، مش عارفه، بحلم الحلم ده على طول. انت اخر ولاده ليكي من امتى يعني؟ من 4 سنوات. هو اصلا كان هقول لك حكايه ان الست تحلم انها متجوزه واحد تاني يعني هتخلف ولد، عشان تبقي عارفه اغلب الاحلام كده يعني. تمام؟ او لو هي مثلا تيجي واحده تقول لك والله لا انا مش بفكر في الحكايه دي خالص، تبقى منشغل يعني، الزوج في حد ذاته حاله من الانشغال المراه يعني، فانها تتولى امر مسؤوليه تانية يعني، انها يعني تشيل مسؤوليه زياده في حياتها شويه، بس عشان كده تشوف في المنام انها اتجوزت واحد تاني. كان شاب عندنا متوفي جوز بنت عمي، فانا كنت قاعده وهو قاعد بعيد كده، هو متوفي اصلا. فبنت عمي اللي هي متجوزاه بتقول لها جايبه لي دبله وخاتم وذهب، وبتقول احنا انت يعني انا مخطوبه لجوزها يعني في الحلم. اللي هو متوفي؟ اه. ده كان قبل ما يتوفى يعني ولا بعد ما يتوفى؟ لا بعد ما توفى. يعني انت اتجوزتي جوزها المتوفي؟ مش لا ما اتجوزتوش، كنت مخطوبه له، بس هو كان قاعد بعيد. هو برضه مسؤوليات، زياده مسؤوليه. يعني في الحال زيادة مسؤولية، لو انت بتفكري في انجاب يبقى هو بيقول لك انت هتخلفي ولد، او بيشير اليك انك انت لو حملت هتجيبي ولد، يعني بعض الحريم تقول لك خايفة كويس كده عشان بتخاف يعني من حالة تانية يعني، الثقافة بتاعتهم. شكرا ليكي. ماشي، السلام عليكم. ام محمد. السلام عليكم. اهلا بيك، تفضلي. يا حضرتك الخير. الله يبارك في عمرك يا رب. يا ريت الله يبارك لك يا رب تنزلنا الحلقه اللي عدت على اليوتيوب، عشان كان عندي احلام مع الشتان. حاضر حاضر، هي خلي بالك نزلت تقريبا. عندي حلمين لو سمحت. اتفضلي. اول حلم اختي حلمت والدي متوفي ادى حاجه لابني. تمام. بس ما اعرفش فلوس ولا ايه. وقال على ابني الثاني مروان كان جاي، بس الكمين حجزه. تمام. بس هيبتدي. بس ايه؟ بس جاي. حاجة زي يعني زي الحظر كده مثلا، بيته للصبح مثلا أو حاجة زي كده، صح؟ اه، هو قال على ابني برضو الثاني مروان كان جاي، بس الكمين حجزه، بس هيجي. تمام. ده أول حلم. تمام. تاني حلم عندي حفيدتي، احنا في الحقيقة عندنا حفر صرف صحي في القرية. تمام. فجم حفروا قدام، وصلوا قدام بيتنا في الحفر، فأساس البيت ظهر من بره، أساس بيتنا. تمام. فقالت لي تحت البيت تابوت اثري. تمام. ده تاني حلم. تمام. تالت حلم يا شيخ، حلمت امي المتوفيه انا واخواتي كده، وانا بعد نعيم. انا حنسى الاولانيين، خلي بالك. طب ماشي يا شيخ، هاخد الحلمين دول. ماشي. هو حظر اللي هو اللي حجز الكمين ده وهيرجع تاني يعني، لعله هو يسعى في شيء ويتاخر عنه سنه بسيطه، لانه ما تاخرش كتير. تمام، ويكون التاخير فيه شويه اهو يضبط اموره ولا شيء. تمام. الرؤيه الثانيه انت قلت لي ايه؟ الرؤيه الاولى هي صرف صحه عندنا في البلد، فبيحفروا قدام البيت، فبني الاساس بتاع فريق تابوت قدام تحت البيت كده، تابوت اثري. حلو حلو. هي الرؤيه، انت عندك اولاد يعني؟ 4 اولاد وبنتين. هو البيت هو هم اصحابه، عشان تبقى عارفه.
يعني البيت في الاصل هم اصحابه، حتى لما تحصل حاجه كان الجماعه الصعايده بلديه يقول لك يا خراب البيت. طب ده اللي حصل عند البني ادمين، البيت سليم بس هو البيت دايما صحابه، فكون ان تحت منهم كنز ان هم ربنا يطرح فيهم البركه وكده يتفرعوا فيهم. طبعا يا شيخ انا دايما احلى بيتنا انا واولادي في كنز في البيت دايما كده. هو الكنز هو انتوا. لان دي خلي بالك من اكبر الاخطاء ودي بيحصل فيها مشاكل كتير. لا 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 ما بندورش ولا حاجه والله، ده بس بيجينا في الاحلام ما بندورش على حاجه. ما هو ده بيحصل، في ناس بتيجي تشتكي من الحته دي. مثال يعني هديكي مثال، واحد مثلا يشوف الرئيس مثلا او يشوف المدير او يشوف جاره في خير او في شر، فيفكر الرمز هو هو، ملوش دعوه ملوش دعوه، مثلا شاف الرمز في المدير في حاجه وحشه فيشك فيه، او شافه في حاجه حلوه فيقول لك ده هيجي منه، او واحده شافت جارها فتحبه، ده كله ملوش دعوه، دي مجرد رموز. هو البيت انتوا الكنز اللي جواه اللي ربنا هيكرمكم بيه، يعني بمعنى ان يعني يطرح ربنا البركه في احد من البيت وكده فيتخرج يبقى شخص كويس يبقى كده، ولعل البيت كله ان ربنا يصلح حاله. وهو اكبر كنز يعني في يعني يمكن الناس دايما بتدور على نهم العيش، يعني هو متهيأله ان الغنى هو الغنى ده هو اهم شيء والنجاح والشغل، لا هو اهم شيء في ده كله الانسان ان هو يعيش في سلام، ان ياكل لقمه ولو بسيطه وينام مرتاح ويقوم مرتاح، هو دي الدنيا الحقيقيه. لان اكتر الناس بعض طموحهم ونهمهم في الحياه وازاي وعاوزين ومش عارف ايه، هو بيخرب عليه الحاضر وبيخرب عليه المستقبل، هو ما بيعيش حياه سعيده. فلذلك الانسان يقول لك ما قل وكفى خير مما كثر والها. الانسان لو ان هو يرضى يعني بالقليل، مش ده معناه ان ما يكونش عندك طموح، يكون عندك طموح ولكن خده بخطوات سهله وبسيطه، لان نهم الدنيا ده بيزيد علينا للاسف الشديد من متاعب الحياه. معلش شكرا ليكي. استاذ احمد ولا ام احمد؟ استاذ احمد السلام عليكم. ايوه يا فندم معاك اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص شيخ انا عندي حلم، عندي متجوز من 5 سنين. تمام. وعندي بنت وولد. ربنا يخليك. فانا حلمت ان بنتي دي اتخطفت، تمام، ولقيت نفسي بقول لناس انا ما شفتهمش، ما شفتش حد في حلم خالص، لقيت نفسي بقول لناس كده انا مش شايفهم، هي بنتي دي مش هترجع تاني، هو اللي خطف القمر ده يرجعه تاني؟ ده مين اللي بيقول لك كده؟ انا بقول في الحلم بنتي دي انا بحلم ان هي اتخطفت، وبقول في الحلم ان البنت دي بنتي اللي اتخطفت القمر ده الخطف ده هيرجع تاني. مش معقول هيرجع تاني. بتشتغل في ايه ولا؟ انا شغال بشريه كده في مزرعه يعني. هو انا هقول لك، هو دايما المال والبنين يعني مرتبطين ببعض، بنتك هي تجارتك هي راس مالك في الحياه، يكون حد خطفهم او كده هو عاوز يقول لك خلي بالك ان مثلا ممكن حد مثلا يخدعك في موضوع في شغلانه في حكايه، هو مش هيحصل ان شاء الله. يعني ما دام الرؤيه جت تنبهك هي بتقول لك يعني خلي بالك حاول الفتره دي يعني وبعض الناس يقول لك طب ما انا ما عنديش يعني حاجه قوي اخاف عليها، لا في اكيد ممكن تعمل اجراء للاسف الشديد ممكن يعني يحول مسار حياتك كلها. فهو شبه لك بنتك اللي هو اغلى حاجه عندك، والخاطف هنا شخص وانت لا على البال ولا على الخاطر، فهو بيقول لك خلي بالك من اجراءاتك الفتره القادمه، يعني احترس شويه. شكرا لك. السلام عليكم استاذه شيماء. اهلا بيك اتفضلي. لو سمحت عندي حلمين. اتفضلي. لو سمحت اول حلم انا مطلقه، فحلمت ان طريقي قدام بيتنا القديم وفي ناس في جماعه متجمعين عندهم فرح وناس عندهم واجب. تمام، يعني ناس عندهم عزا، ده الواجب تقصدي ولا ايه؟ ايوه العزا، يعني في فرح وعزا في نفس الوقت في نفس الشارع. حلو. وباب بيتنا مفتوح زي بعض، طريقي قاعد معاهم وانا لابسه، كنت لابسه لبس غريب يعني اول مره البسه. كان حلو ولا وحش الغريب ده بقى؟ يعني كنت لابسه لبس غريب يعني ما بلبسوش. انا فاهم في في الشكل العام كان حلو ولا وحش؟ يعني كان لا حلو يعني. ايوه هي دي. تمام. فبعد كده جيت داخله باب البيت بتاعنا، فهو راح طليقي راح جاء مديني مفتاح الشقه بتاعتنا. طب ده كويس.
اداكي مفتاح الشقه اهو الراجل، هيعمل ايه تاني؟ انتوا بينكم كلام، بينكم كلام بين بعض ولا الدنيا متقطعه؟ لا خالص مفيش ولا حاجه خالص. لا فجي يديني المفتاح فجيت بصيت فيه. طيب انا عايز اسالك سؤال بس، انت ناويه ترجعي له ولا لا؟ ولا هو مش ناوي؟ اديني حال عنكم يعني. لا انا مش عايز ارجع له بصراحه، وانا بتمنى اني ما يكونش لي رجعه نهائي. طيب هو طلبك تاني ولا حاجه ولا في نيه ولا لا؟ لا ما طلبش. لا خالص. فانا شفت المفتاح ليه طيب؟ في علامه متغيره كانت على المفتاح، فهي العلامه متغيره. اتغير المفتاح يعني؟ اي علامه واحده بس فيه متغيره. تمام. فانا ما رضيتش اخده منه المفتاح، قلت له لا انا مش عاوزاه منك. فراح ابويا راح قال له هاته انا هاخده. تمام. فبعد كده رحت الشفت وجيت داخله بيتنا، فهو جه داخل معايا ورايا. بعد كده الناس قالت له انت ليه داخل وراها، اطلع من جوه. بعد كده جه طالع قال انا مش داخل، انا كنت داخل جوه مش رايح وراها. فبعد كده رحت انا الشفت ومشيت، ومشيت انا طريق تاني كده ومعايا واحده وواحده اعرفها. طب انت قلت انا مش عايز ارجع له خالص ليه بقى؟ خلينا أيوه. نتطفل شويه. مش عايزه ترجعي له ليه بقى؟ لانه ظلمني. ظلمك يعني حاجه جامده قوي ولا حاجه شويه شويه يعني؟ لا في حاجات جامده قوي قوي. طيب بس الحريم بيسامحوا يعني، خلي بالك يعني الحريم طيبين. لا طبعا لا مش كل حاجه برضو يعني سامح فيها والله. هي رؤية حلوة، هي رؤية معناها انك انت هتتجوزي تاني. انا شايفها يعني ممكن يكون يرجع لك طليقك، بس لو انت شايفها مش هو ممكن يكون يعني هتتجوزي شخص تاني، لان هو جاب نقطة هنا، جاب لأول فرح وجاب عزا. يعني عاوز يقول لك ان الدنيا يوم ويوم، شيء كويس وشيء وحش. وجاب كمان المفتاح، ان هو الراجل اداكي مفتاح يعني بيفتح الامور. فهنعتبر ان هو اليوم العزا يعني الطليق، وربنا يكرمك بشخص تاني، يبقى هو هنا رمز للزواج مرة تانية. ربنا يفتح عليك الأمور إن شاء الله. الحلم التاني بقى معايا؟ أيوه حضرتك. الحلم التاني إن أنا حلمت قدام بيتنا في فرح. تمام. أنت شكلك كنت رحت تسمعيني مع عند التلفزيون. ماشي. وأنا سمعت إن أنا وفي سماعات شغالة أغاني وناس كتير بترقص في الشارع قدام بيتنا. تمام. فانا جيت رحت مشيت وسط الناس ورحت عند بيت عمنا الثاني. بيت عمي. صح. فرحت هناك. احنا عاوزينها ترجع الصراحه. في فرح ثاني بس ما فيش حد. طيب. طب بقول لك على حاجه يعني. انت أيوة عندك حبيب. اولاد منه ولا لا؟ ايوه. عندك اولاد؟ ايوه معايا اولاد. طب يعني الامور ما تتصلحش يعني، المسامح كريم زي ما بيقولوا. لا انا نهيته نهائي، انا بتمنى اني يا ربي ما يكون لي نصيب ليرجعوا نهائي تاني. يا ساتر يا رب. عامه يا برضه الرؤيه دي حلوه، شكلك هتتجوزي تاني. انا اتمنى يعني ان كنتوا ترجعوا. اصلك ساعات يعني هقول لك على حاجه، ودي احنا بنقولها للمشاهدين، ساعات بيحصل خلافات زوجيه ويتطلقوا. هي لما بتشوفه او هو بيشوفها، سواء كان هو بيكرهها او هي بتكرهه، هما بيتفرقوا عند نقطة سيئة، فبتفضل آخر لقطة هي اللي موجودة. لكن بعد الطلاق الإنسان أي إنسان مهما ظالم أو عادل بيحس بمشاعر تانية. يعني بعد ما تنفك الأسرة وتهدم البيت، إحساسه يرجع يلومه تاني ويرجع يلومها تاني، فبيبقى هو في صورة تانية. فيعني يعني دعوة لكل اللي اتفرقوا، إنك بعد فترة لو تقدر إنك ترجع الأمور تاني، جرب مرة تانية، جرب مرة تانية. لأن كتير من الناس بيخشوا الزواج يعني وهم مظلومين. يعني قد تجد الظالم في نفس الوقت مظلوم. ليه؟ لأن هو معبأ بمفاهيم الناس، ولازم تبقى راجل عليها، ولازم تبقى مش عارف إيه. بخلاف مثلا في أماكن تانية، في ثقافات تانية، بيقول لك دي شريكة حياتك، ويقول لها دي شريك حياتك لازم تحافظ عليه، وهو يقول له لازم تحافظ ولازم تحبها ولازم تحبه. في مجتمعات بتفهم الناس صح، فالعلاقات بتفضل دايما سليمة ومترابطة حتى لو حصل
يعني انفصالات بتكون انفصالات مش بسبب المشاكل ولا كده، ممكن بسبب أمور أخرى. فيبقى هنا هو قد الشاب أو الرجل يخش في حياة زوجية معبأة بالأخطاء، يعني اللي بينصحه نفسه بيضله، والمرأة نفس الطريقة، لازم تشغليه وتعمليه ولازم يبقى ليكي كلمة من الأول والحكاية والرواية، وداخلين هما مليانين على بعض، يعني هما الاتنين داخلين غلط، بقوم داخلين في صراع مش داخلين في جواز. مش مثلا هي تقول الحمد لله ان بقى لي راجل، ده انا كنت قاعدة في اضطرابات، وهو يقول الحمد لله ان انا بقى لي واحدة ستة اهي والدنيا ماشية حلوة، ويتعاملوا كويس بقى مع بعض ويشاركوا بعض، ويجي بقى الشيطان في نص يقول له ما تأمنهاش دلوقتي، ما انت مش عارفها ظروفها ايه، ويجي الشيطان يقول لها خلي بالك ده انت لسه ما فيش لبينكو. كل ده كلام فاضي ودي مش كلام حقيقية، وهو انت مش محتاج لإثباتات لأمانة زوجتك، وانت مش محتاجة إثباتات لأمانة زوجك. هو كون ان هي مثلا اديتك اغلى ما عندها واديتك اسمها واديتك حياتها، هتدي لك ايه تاني يعني عشان تثبت لك الحكاية دي؟ لازم تسجد لك. وكمان نفس الطريقة هو كمان اداكي اسمه وتقدم اليكي قدام الناس وكده، هيديك ايه تاني إثباتات عشان تحس ان هو راجل كويس؟ طب ايه اللي بيعمل المشكلة دي؟ ان هي تخونه وهو يخونها. وربنا يكرمك، طبعا عندنا خمس ست برامج بيطلع فيهم ناس كويسين، حريم كويسين، بتقعد تقول لك انتي وانتي 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 والحكايه، وطبعا في بعض الحريم بتصدق الكلام ده والفتيات الطيبات، فتقعد تقول لك انا، وما دام دخلت الانا في النص فسدت العمليه دي كلها. ده الملائكه لما دخل واحد بس وقال انا فسد عن الملك بتاعه. ولذلك يقال ان رجل من الحكماء يعني اعترض لي إبليس وقال له يعني لو خيرتك الآن ما بين يعني تسجد ولا تعترض وتقول أنا، فقال له ليتني تمسكت بتوب الملك، يعني الملائكة يعني الملائكة يعني. فهو النقطة دي بعض بقى تيجي تقول لك أنت وأنت وأنت فيكي وأنت وهو التاني أنت اللي فيه، ومش عارف إيه الزوجة مش عارف فيها إيه، وميات زوج مش عارف إيه، وده كلها بيفسخ العلاقات الاجتماعية. لكن بالعكس هو أعز مليكي وأفضل مليكي، وانت ونفس الطريقة هي أحسن مليك وأعز مليك. فمن هنا يعني بناء الثقة، أكبر خطأ اللي احنا تعلمناه في الأفلام ان بناء الثقة بأنك تمتحن وتخترع الأشياء وتتنطط عليه، ده كلام فاضي، ده بيهد الثقة. لكن بناء الثقة انك تعطي الثقة، اعطي الثقة في الآخر، يعني كذب بعض معنوياتك وبعض عقلك علشان الأمور تمشي. بالعكس انت لما بتدي له ثقة هو يديك كمان شوية ثقة، يحصل تقارب والتقارب يحصل تجاذب وتآلف، تبص تلاقي الحكاية اللي انت كنت هتحارب فيها سنة خلصت بمجرد ان انت أعطيته الثقة. فدعوة يعني ان المتفرقين، انا مش بحب اقول مطلقين، اصل حكاية مطلق دي انا بحسها بعد الثلاث طلقات، غير كده بحس ان ده انفصال بس، يعني مشكلة بانفصاله، عشان كده دايما بحب كلمة منفصلة مش مطلقة، يعني مطلقة دي وبتطلقي ثلاث مرات، هو دي ده صح وده صح، بس أنا بحب يعني كذوق. فيعني لما يحصل فراق ده دعوة للرجل ودعوة للمرأة، إن الصورة تأكد 1000% إن الصورة اللي أنت تركت عندها سواء أنت أو هو تأكدت التجربة دي غيرت منه كتير. ماشي، معلش احنا عندنا اتصالات كتير، اسفين على الازعاج والرغي الزيادة. استاذة امل السلام عليكم. الو 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 السلام عليكم. اتفضلي. ازاي حضرتك؟ انا معجبة بحضرتك جدا يا فندم. اهلا بيك، الله يبارك في عمرك يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. الحقيقة انا معلش انا عندي بس اكتر من حل. قولي واحنا معاك. من حوالي سنة انا يعني كان عندي ظروف صعبة شوية ومخيطة بيا، وحلمت ان انا واقفة في البلكونة وقعدت اعيط وادعي ربنا واقول له يا رب الدنيا ضاقت قوي بيا. وبعد كده قعدت طبعا اول حاجه قبل ما ادعي لازم بصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وبقرا القران ايه الكرسي والفاتحه وكده وبدعي ربنا. وبعد كده لقيت المطره بدات تنزل خفيف، ففرحت جدا لما لقيت المطره بدات تنزل خفيف، وقعدت ادعي تاني واقرا القران واصلي على النبي واستمريت. لقيت المطره بتزيد، فضلت تزيد 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 لحد ما بقت زي السيول، وانا غرقت خالص وشعري ده بقى نازل على وشي وهدومي كلها بقت بتنقص. بس دي معناها يعني الامور هتنفتح معاكي، خلي بالك يعني يا رب. ده كان معناها ان هو ربنا قبل دعائك الامور، لان البلل هنا اتبليتي بقى خلاص، الميه نزلت اللي هي سر الحياه، فاهماني؟ يا رب يا رب. فدي معناها انها هتفرج جامد. وبعد كده كلمه الدنيا ضاقت عليا دي اصلا غلط عشان تبقى عارفه، لان هي يعني انت عندك الشمس، البني ادم روحه زي الشمس بتنور الدنيا. من اكبر الاخطاء ان الكبير يستنى الصغير يستوعبه،
البني آدم روحه زي الشمس، ربنا خلق البني آدم حاجة عظيمة قوي، وأسجد له الملائكة وأسجد له الأرض وأسجد له السماء، وحكاية عريضة قوي مش هنتكلم فيها علشان ما نتغرش. فهو جعله خليفة في الأرض يعني ينور الوجود. من إمتى هو اللي بينقي يعني؟ من إمتى الشمس هتسح الأرض؟ الشمس لو جت ناحية الأرض شوية الدنيا هتضيق بيها. ربنا يبارك. تمام. فالإنسان دايما لازم يفهم إن هو جواه عالم آخر ما تستوعبوش الدنيا. ولذلك في إحساس عند كل الناس، لو جبتي يعني عايز أقولك لو جبتي أو الملك وسألتيه هيحس إن الدنيا وعقول الناس بتضيق بيه، لأن دي حالة طبيعية. إن الروح اللي جوانا هي روح كبيرة ومنطلقة، هيجي لها يوم هتنطلق. أمال ليه بيقول لك الجنة عرضها السماوات والأرض؟ لأن علشان النفس تاخد حريتها محتاجة حالة كبيرة من الوسع. إن شاء الله ربنا يوسع عليك وتبقى زي الفل. طب في حلم تاني بعد إذن حضرتك اللي قلت لحضرتك عليه؟ اتفضلي. أنا انفصلت قبل كده، أنا كنت متجوزة وخلفت طفلة وبعدين انفصلت، ومن كام شهر ارتبطت بانسان تاني، وللاسف هو كان انسان يعني مش كويس، وانا ما كنتش اعرف ده. فانا صليت صلاه الطهاره ان انا اكمل ولا انفصل عنه. فلما صليت حلمت حلم ان في واحد يعني قريب لينا زي والدي، فهو اللي دخل في الموضوع وقال لي انا اعرفه وكذا كذا كذا. ده في الواقع؟ في الواقع ده. تمام. فانا شفته في الحلم، اللي المعرفه جت عن طريقه، شفته في الحلم جالي وكلمني واتصل بيا وقال لي على حد تاني بقى غيره، كان جالي قبل كده وما حصلش نصيب. قال لي ده جه من السفر، عشان هو جنسيته كويتي مش مصري، قال لي جه من السفر وقاعد منتظرك عندنا. ده الحد ده موجود في الواقع ولا هو يقصد عريسك الحالي؟ الحد ده موجود في الواقع، كان اتقدم لي قبل كده وما حصلش نصيب. تمام. فقال لي ان هو جه من الكويت وقاعد منتظرك عندي وتعالي بسرعه. وانا رحت، وبعدين راح هو خدني، الانسان ده اللي كان متقدم لي كان اسمه عبد العزيز، راح خدني ووديني في بيت اهله يعرفني بيهم. وبعد كده خرجنا من بيت اهله بعد ما قعدنا شويه، وفي عربيه كانت يعني قديمه شويه نص نص وكانت عطلانه، راح هو صلحها لي وقال لي تعالي سويها. مين اللي صلحها لك بقى؟ العريس؟ هو صلحها لي وقال لي تعالي انت اللي هتسويها. طب ما حلوه. وخلاني اركبها. الرؤية حلوه. هو قعد جنبي ومشينا بالعربيه. تمام. بس كل ده وانا ما حصلش كان بيني وبينه نصيب. ده الواقع بقى بره الحلم. ما هو هقول لك، هو اقول لك على حاجه. هو الراجل اللي كان موجود ده اللي جاب لك العريس اللي موجود الحالي، صح؟ الراجل اللي اتصل بيا بالتليفون وقال لي تعالي علشان هو منتظرك وهو جاي لك. حلو. ده اصلا هو اللي جاب لك العريس الحالي، هو اللي عرفني بالاثنين. حلو. هو خلينا اقول لك على حاجه. هو الرمز بيشير للرمز جنب منه تاني، ما يشيرش عليه. يعني الكويت ده هو بيشير لخطيبك، لخطيب تاني اللي هو موجود الحالي. في نقطة أنت قلتيها في الواقع وهي فعلا اتحققت في المنام، إن أنت شايفة إن هو ظروفه في حاجات غلط وفي مش عارف إيه، هو جاب لك العربية هنا تعبانة وخربانة بس هتتصلح. يعني عاوز يقول لك إن اللي معاك ده فيه، ده حالة طبيعية يكون فيه، يعني دي حالة طبيعية أو إنك تاخد واحد مش عاجبك وفي بعض المشاكل وفي بعض العيوب وممكن بيعمل حاجات غلط وكده، تتصلحيه بقى. أنت نفسيتك الطيبة الحلوة اللي أنا شايفها دي هتعدل منه. يعني حكاية التفاحة هو الموضوع خلاص شبه انتهى، واحنا خلاص يعني كنا هننفصل الاسبوع اللي فات والموضوع بس اتأجل. يمكن ربنا يصلح الحال. ما تنفصليش، هتنفصل هو اللي هينفصل ولا انت؟ احنا الاثنين. هو عاوز يقول لك هو كان مرتبط بانسانة تانية، ومفروض قبل الارتباط قال لي ان هو خلاص سابها. اتفاجئت بقى كده ان هو ما سابهاش وان هو رجع لها وسابني انا. لا لا لا، هو اظن ان الامور دي هتتصلح تاني والشخص ده هيكون كويس. وبلاش حكايه في خطا عند الحريم، لما تلاقي يعني ده خطا بشع عند الحريم والرجاله. لما الواحد يخطب واحده ولا الواحد تخطب واحد وتلاقيه بيحب واحد تاني يقول لك ده خاين، ده مش خاين، ده حاله طبيعيه. يعني حاله طبيعيه ان الشخص يكون عنده نفسيه اخرى. انت بقى بعلاقاتك كويسه ومش عارف ايه بتثبتي له انك انت الافضل، بتحاول. ده حاله طبيعيه، يعني حاله طبيعيه ان الشخص يكون ليه اكتر من صديق في الحياه. وحالة طبيعية يجي واحد يقول لك أنا عاوز واحدة من غير ماضي. مفيش ولا واحدة من غير ماضي. مفيش، أنت نفسك عندك ماضي وكل يوم بيعدي علينا بيبقى ماضي. يعني أنت عاوز واحدة من غير ماضي تبقى تاخدها يعني حديثة الولادة، يعني يكون عندها يوم اتنين. يعني محتاج أنك أنت تتجوز واحدة، تشوف حد كده كويس أول ما تولد بنت يدوها لك في إيدك وتربيها عندك بقى في البيت وتحطها تحت المجر. ده كلام فاضي، يعني ده من أكبر الكلام الفاضي، وده اللي بيدخل الناس. والله انا كنت اعرف شخص والله العظيم لما كان بينزل كان بيقفل بالمفتاح وبالباب الحديد على مراته.
ومع ان مراته ست محترمه تشوف يعني فيها الوضوء، يعني تشوف ست طيبه وراجل كبير المصيبه، والست كبيره عندها اولاد مصيبه، يعني دي من اكبر المصايب اللي في الحياه. فالمراه حاول انك انت ايه اللي بيعرف، وبعد كده تقول لك ده بيعرف واحده مش كويسه، يعني ايه بيعرف واحده مش كويسه؟ ايه اللي مش كويسه؟ بتبص للراجل ده كلام فاضي، يعني ده كلام فاضي. العلاقات دي بيكون فيها حريه، اللي انت بقى واحده مثلا اتخطبت لواحد بيحصل فيه تالف انت بذوقك وباخلاقك وبكذا، ان شاء الله يحصل تقارب. ما حصلش تقارب وهو حس بنفور او انت حسيت بنفور وحبيت انك تترك العلاقه، ده حقوقك، ده حاله طبيعيه في الوجود. مش كل يا جماعه اللي يتخطب لواحده او واحده تتخطب لواحد ويحصل بعض، يعني هو مش مرتاح او هي مش مرتاحه، يقول لك دي طلعت مش مظبوطه، والتاني يقول لك دي طلع مش مظبوط، كله مش مظبوط. لا، يعني المفروض ان الناس كل واحد يتقبل رغبات الاخر، يتقبل حريات الاخر، وبلاش بلاش فعلا يعني انك انت لما يحصل حاله انفصال او حاله كده يبقى هو وحش لمجرد ان هو تركك. ده حاله طبيعيه، النفس مش بايد البني ادم لا في الحب ولا في الكره، وده دليل انك انت ممكن تشوف واحد ما عملكش اي حاجه وما ترتاحلوش، وممكن تشوف واحد برضه ما عملكش اي حاجه حلوه وتبقى مبسوط قوي وكرمه، انت تبقى مش عارف مش كرمه ليه. ليه؟ لان دي حاله نفسيه طبيعيه. شكرا لك. استاذ محمد السلام عليكم. ام محمد معلش معلش. السلام عليكم. اهلا بيكي. اهلا بيكي. بقول لحضرتك عندي حلمين. اتفضلي. اول حلم حلمت والدتي المتوفيه في بيتنا، يعني بيت والدي وانا واخواتي البنات متجوزين برضه هم هناك، فانا بعد الناقين اللي هو العيش الصعيدي الشمسي زي الفل بعدين، فيعني بصعوبه العجين، بعد كده فجاه العجين خف، قال لي يعني العجين فوالدتي قالت لها هيرجع زي ما هو ثاني، يعني يا رب هيرجع الكميه زي ما هي ثاني. ده اول حلم. ثاني حلم حلمت ابني الصغير اصغر ودادي بجامعني. بينك وبينه مشاكل ولا حاجه او هو بعيد؟ لا هو معايا في البيت بس بغيرني فعلا. بينك وبينه اختلافات يعني؟ دايما هو اختلافات بينك وبين بعض، يعني يبقى على خلاف شويه يعني. شخصيته مش جيده شويه، بس ده عادي يعني، دي حاله طبيعيه يعني. يعني البني ادم لما بيكبر بيبقى ليه نفس وبيبقى ليه مخ، والام بيبقى ليها مخ قديم، فبيحصل تصادم. فهماني؟ يعني يحصل تصادم زياده عن اللازم. طب تعمل ايه بقى؟ ان مثلا انت تحاولي تخلي يعني ارشاداتك عامه وتتركي له برضه بعض حريته في الاختلاف. هو عصبي ايه؟ ولو عصبي لازم برضه نفس الطريقه انك انت تدي له حرياته شويه بحيث ان هو ما يزيدش عصبي. نعم؟ نعم شكرا يا شيخ. حلمك الثاني تفكريني بيه؟ حلمت ان انا في بيت العجين. العجين افتكرت. الرؤيه دي بقى هي اللي حلوه الصراحه. ليه؟ لان العجين اما يشير للرزق، لان هو ده رزق البيت كله، كون ان نقص شويه وبعد كده هيزيد، يعني ربما بعض الاخفاق القليل في الحاله الماديه، لكن ترجع تزيد مره اخرى. او العجين امر انت تدبري ليه، يعني امر لابنك او لبنتك، وما يعني يخرج من ايدك يخس يعني يقل شويه، ثم بعد ذلك يرجع ينضبط. اتمنى يعني ان هو ما يكونش في الرزق ويكون في يعني الاولاد، لان ده برضه بشاره خير لو انت في اخفاق مع الولد ده، لعل انه بعد شويه يزيد يعني عقله ويزيد واموره وتخمر بقى العجينه مره ثانيه ان شاء الله. شكرا ليك. السلام عليكم استاذه سميره. أميرة معلش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ اتفضلي يا فندم. أهلا بيك. الله يخليك. عندي رؤية. مش كده؟ اتفضلي اتفضلي. عندي رؤية بقالي كم شهر يعني حلمت بيها. أنا عندي كنت أنا زوجة تانية. تمام. وبيني وبين زوجي التاني دوت مشاكل. مش وبعدين حلمت مش فاهم مش فاهم زوجك اللي معاكي ولا اللي قبله؟ لا التاني دوت هو. مش فاهم التاني دي، التاني اللي انت خلاص ايوه الزوج الثاني. تمام. لا عزميني دلوقتي حاليا. ما فهمتش الحته دي معلش متلخبط. يعني فندم انا كنت متزوجه قبل كده. حلو وانفصلت. وبعدين اتجوزت تاني. وحاليا دلوقتي انت زوجه تانية. ايوه. مظبوط كده، هو ده اللي انا اقصده. تمام. فانا في مشاكل لقيته خاين كده وتزوج الاخرى، اتجوز واحده ثالثه. ده في الواقع؟ الحقيقه. في الواقع ولا في الحقيقه؟ لا هما الاثنين واحد في الحقيقه في الواقع يعني. ده جوزك اللي معاكي بقى؟ تمام. ف
فايه طبعا انت بتقولي خاين نص كم كده يعني مش قادره تكمليها قوي. فانا مش فانا يعني في اتصال يعني ايه بينه وبينه بس مش بقى رسمي يعني وكده. فانا حلمت ان امي متوفيه، حلمت بيها ان هي جايه لي ولبس اسود عماله تعيط وتقول لي بنتي اتظلمت في الجوازتين، بتقول لي ناس انا مش عارفاهم بس في البيت عندنا. بتقول بنتي انظلمت في الجوازتين وعماله تعيط. فراحت جايبه لي ورقه من قالت لي في واحد بعت لك الدكتور فؤاد، الدكتور فؤاد دوت دكتور صيدلي بس هو مسيحي يعني. فهو الراجل ده كان طيب جدا الله يرحمه، كان اي حد بيتعب بيدول وصفه كويس يعني. تمام. الله يرحمه. اسمه فؤاد في الورقه. اسمه فؤاد. فكاتب لي في الورقه لا اله الا الله 5 مرات اللي انا اقراها يعني بعتها مع امي. وهو فهو مسيحي فبعتها لي لا اله الا الله لا اله الا الله اني اله واني اليه راجعون. صحيح. وبعدين لقيت الكلام تحت كتير قوي كده مش مفهوم قوي، فانا بقى ايه ما اهتمتش ان انا اقرا الكلام كله. فرحت وقلت يعني عشان هو مسيحي ما قالش يا شجر لا اله الا الله محمد رسول الله، بس انا كملتها كده. رصيدها خلص. طيب ماشي، شكرا لك. بص يا ست الكل، هو في نقطة مهمة جدا، هو الدكتور هو مصلح في الواقع، احنا قلنا دايما رمز الدكتور. لاحظوا كده معانا الرؤية تحس انها واضحة شوية. الدكتور في حد ذاته مصلح، ولا إله إلا الله هي اختلاف الرضا. يعني دايما كان لما ربنا يبعت برسول كانوا يرفضوا لا إله إلا الله، يقول لك وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يعني يستكبروا وما يرضوش في الحكاية دي قوي. فهي محط الرضا، هو عاوز يقول لها الورقة اللي اديها لها. الجماعة احنا قلنا المسيحيين بيجي دايما المسيح بالبشرة في حد ذاته، لأن هو برضو نبيهم، النبي سيدنا عيسى كان نبي للبشرة وكان بيبرئ الأكمة، وانتوا عارفين القصة بيداوي الأشياء، ولذلك حتى هم اسمهم في اللغة برضو نصارى من النصر. فهو كون هنا جاء هم عشان هم أهل محبة وأهل طيبة، فهو جاب لها رمز يعني يليق على فكرة الحب والمحبة. هو عاوز يقول لها إن هنا الدكتور اسمه فؤاد، هو عاوز يقول لها إن دواكي إصلاحك، لأن هو مصلح في المحبة اللي هو المسيحي، في الرضا اللي هو لا إله إلا الله. فعاوز يقول لها إن دواء المشكلة عندك إنك ترضي بالواقع، وإنك تفعلي المحبة مع زوج تاني حتى لو اتجوز التالتة والرابعة، وإن ده هو ده الحاجة الكويسة. هو إحنا ليه بنحاول نلون أيامنا بالسواد يعني بالمشاكل؟ ده سؤال مهم. إيه اللي أنا هستفيده؟ يعني أنا عاوز أعرف لو أنا مثلا واحد ضايقني شوية وما انا ضايقته، يعني انا انفعلت وضايقته وسودت له الدنيا، ايه بقى اللي انا استفدته في الوقت ده؟ يعني ايه اللي انا شربته؟ ايه اللي انا اكلته؟ ولا حاجه. طب لو واحد مثلا ضايقني مشي وانا تسامحت معاه وتصافحت معاه والامور كويسه